السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا طلبة الصف السابع في برنامج التعلم عن بعد في مدارس الهدي المحمدي، وأهلا وسهلا بكم طلبتنا الأعزاء في درس جديد من دروس مبحث التاريخ وفي الوحدة الرابعة، وهي بعنوان الأردن في العصر الأموي، وفي الدرس الأول وهو بعنوان الأردن في أجناد بلاد الشام. عزيزي الطالب، سنستخدم في هذا الدرس الخرائط العادية وكذلك الخرائط المفاهيمية والأسئلة المتنوعة التفكيرية والاستنتاجية والتحليلية، وسنطرح الأسئلة الموجودة في الكتاب. لذلك عزيزي الطالب، افتح كتابك المدرسي على صفحة 44 لنبدأ درسنا. بما أن درسنا عزيزي الطالب الأردن في أجناد بلاد الشام، لنتعرف على المقصود ببلاد الشام. لاحظ الخريطة التي أمامك على اليسار. المقصود ببلاد الشام ككيان سياسي الدول الأربعة الموجودة حاليا، وهي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. هذه دول بلاد الشام. لنستذكر عزيزي الطالب فتح بلاد الشام. متى فتحت بلاد الشام؟ هل تعرف متى فتحت بلاد الشام؟ عزيزي الطالب، فتحت بلاد الشام في زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث وجه 4 جيوش لفتح بلاد الشام. توجهت هذه الجيوش 4 من المدينة المنورة إلى بلاد الشام. الجيش الأول بقيادة القائد أبو عبيدة عامر بن الجراح، وتوجه إلى حمص. الجيش الثاني بقيادة يزيد بن أبي سفيان، وتوجه إلى دمشق. الجيش الثالث بقيادة شرحبيل بن حسنة، وتوجه إلى منطقة الأردن اللي هي شرق نهر الأردن. والجيش الرابع بقيادة عمرو بن العاص، وتوجه إلى منطقة فلسطين. هذه الجيوش الأربعة تمكنت من فتح بلاد الشام التي كان يحتلها البيزنطيون، وطردوا البيزنطيين الغزاة من هذه المنطقة وحرروها، ويعود الفضل إليهم في نشر الإسلام في هذه المنطقة، ونحن أصبحنا مسلمين بفضل هؤلاء القادة الأربعة. وقبورهم في الأردن في منطقة الغور شاهدة عليهم، فقبر أبو عبيدة عامر الجراح موجود في منطقة دير علة في غور الأردن، وكذلك قبر شرحبيل بن حسنة في الغور الشمالي موجود في الأردن. هذه قبورهم شاهدة عليهم بأنهم قاموا بفتح هذه المنطقة وضحوا بأرواحهم واستشهدوا في هذه المنطقة ليصبح أهلها مسلمون، فرحمة الله عليهم ورضي الله عنهم. عزيز الطالب، ما العلاقة بين هذه الفتوحات وهؤلاء الجنود والأجناد الذين توجهوا لفتح بلاد الشام؟ الخليفة عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يحافظ على هذه المنطقة من الدولة المعتدية، وهي الدولة البيزنطية التي كانت محتلة لها، وحتى لا يعودوا في غزوهم لهذه المنطقة أراد أن يقيم هؤلاء الجنود في هذه المنطقة. فلذلك وطن الجنود في هذه المناطق وقسم هذه المنطقة إلى أجناد حتى يحافظ عليها ويحافظ على استقلالها من الغزو البيزنطي. فنجيب على السؤال في صفحة 44. السؤال يقول: ما العوامل التي، لاحظ هذا السؤال في نهاية الصفحة، ما العوامل التي أدت إلى تقسيم بلاد الشام إلى أجناد؟ عزيز الطالب، نتعرف على العوامل التي أدت لتقسيمها إلى أجناد. لاحظ العامل الأول اللي هو الخطر البيزنطي هنا في شمال بلاد الشام، الخطر البيزنطي الذي كان يتهدد هذه المنطقة، والحاجة لتنظيم القبائل العربية المرافقة للجيوش الفتح التي فتحتها وتوطينها وتسهيل إدارتها كذلك وحمايتها. هذا السبب أنه قسموها إلى أجناد، وكان كل جند له والي وقاضي، وجعل لكل جند دواوين إدارية ومحل لسك النقود وجباية الأموال. وأطلق على مدن هذه الأجناد اسم الكور، والكور يعني مدينة، وكان يتم اختيار المركز الرئيسي لهذه الأجناد في المناطق الداخلية وليست الساحلية لحمايتها من خطر هجمات الأسطول البيزنطي الذي تعرضت له في بلاد الشام في آنذاك. إذن لنجيب على السؤال الموجود صفحة 45 بداية الصفحة: لماذا تم اختيار مركز الرئيس الجند في المناطق الداخلية البعيدة عن السواحل؟ السبب: لحمايتها من خطر هجمات الأسطول البيزنطي الذي تعرض له سواحل بلاد الشام آنذاك.
عزيز الطالب نتعرف على هذه الأجناد. لاحظ قسمت بلاد الشام إلى 5 أجناد. الجند الأول هو جند قنسرين، هذا جند قنسرين في الشمال، ثم جند حمص، ثم جند دمشق، ثم جند الأردن، ثم جند فلسطين. لاحظ جند الأردن، هذه منطقة جند الأردن. لاحظ يحدها من الشمال جند دمشق، ومن الجنوب جند فلسطين. لاحظ هنا كيف قسمت الأجناد بشكل عرضي وليست بشكل طولي. بشكل عرضي كل منها مطل على البحر وله حدود على البحر المتوسط كما تلاحظ، وليست بشكل طولي كما قسمت حسب اتفاقية ساكس بيكو ككيان سياسي في الوقت الحاضر. لنتعرف الآن عزيزي الطالب على جند الأردن بشكل واضح. لاحظ هذه الخريطة في صفحة 46، هذه خريطة جند الأردن، هذه المنطقة لنتعرف عليها بشكل واضح. ضمت منطقة جند الأردن 13 كورة توزعت على 3 دول حاليا. هذه الدول اللي موجود فيها جند الأردن حاليا اللي هي منطقة الأردن وفلسطين ولبنان، توزعت على هذه 3 دول. لاحظ الكور التي ضمها جند الأردن حسب خارطة مفاهيمية. في شرق الأردن ضمت جرش وبيت راس وأم قيس والغور. في شمال فلسطين ضمت طبرية والسامرة وبيسان وصفوريا وعكا. في جنوب الأردن ضمت صور وقدس. لاحظ كان في مدن ساحلية في جند الأردن مثل صور وعكا، كانت مدن ساحلية على البحر المتوسط. هذا بالنسبة للأجناد والكور التي تتكون منها جند الأردن. عزيزي الطالب لنجيب على أسئلة في نهاية الدرس. صفحة 47، عرف ما يلي. الأجناد، الأجناد هي الأقسام الإدارية والعسكرية التي يقيم فيها الجند ويأخذون عطائهم أي رواتبهم وأرزاقهم منها. عرف جند الأردن هو التقسيم الإداري الذي ضم 13 كورة توزعت على 3 دول حالية هي الأردن وفلسطين ولبنان، وكانت مدينة طبرية في فلسطين مركزا لجند الأردن. لاحظ هذه منطقة طبرية هنا في الغور عند بحيرة طبرية، كانت مركز جند الأردن. الكورة، ماذا تعني الكورة؟ تعني المدينة. سؤال 2، أكمل فراغ ضمت منطقة جند الأردن 13 كورة. ب، توزع مدن جند الأردن على 3 دول في وقتنا الحاضر هي الأردن وفلسطين ولبنان. جيم، يحد جند الأردن من الشمال جند دمشق ومن الجنوب جند فلسطين. السؤال 3، بين أسباب ما يأتي تقسيم خليفة عمر الخطاب بلاد الشام إلى أجناد ليسهل عليه إدارتها وكذلك حمايتها والدفاع عنها من الغزو البيزنطي. ب، اختيار مراكز أجناد في المناطق الداخلية ليست الساحلية كذلك لحمايتها من خطر هجمات الأسطول البيزنطي الذي تعرضت له سواحل بلاد الشام أنذاك. هكذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم حسن استماعكم.